خالص. اوكي فانا دلوقتي هشتغل بسم الله والصلاه والسلام على الرسول. طبعا انا معقم تمام. فانا دلوقتي بالنسبه لي اماكن السمنه او الاماكن الذهبيه للسمنه هي مسار المعده ومسار ايه، مسار المعده ومسار الطحال. فانا دلوقتي اول حاجه ادي نازله معايا هون نيبل لاين تمام، ادي اربعه تمام، خليني اعملها مش مشكله. بسم الله آه رائع جدا، مفيش فيها الم، مفيش فيها الم خالص صح، مفيش اي الم تمام. وابدا اشتغل ايه سبحان الله آه نص المسافه المفروض ان هي على فكره هي كده تمام. طيب خلينا جوه شويه. طيب سنة. خلينا نعمل كده تاني. تمام آه وبعد كده في نص المسافه احاول ان انا ادخل كده على طول تمام. كذلك ايه الناحيه الثانيه تمام. كل ما اكون بسرعه كل ما البيشنت بتاعي ما يحسش بألم، فادخل بسرعه ما تخافش. اللهم صل على رسول الله والسلام تمام. آه طبعا دي اماكن حاول دي اماكن نصلي نسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على رسول الله. طيب في حاجه ثانيه احنا ممكن نعمل نص المسافه بين السر وبين البيبت بون ديت برضه كويسه، دي الاماكن اللي مشاكل كتير تمام. انا لو دي اتنين اتصال تقريبا اتنين اتصال معايا يعني هو جسمه برضه مش تخين قوي ان هو يعملها. طيب خليني احط واحد ونص اتصال منها واحط هنا نقطه دي عشان ايه؟ عشان تخسيس برضه. فانا هحط في ادي عايزه اغسل المسافه دي. طبعا منطقه الصدر دي كلها، منطقه الصدر دي ممنوع ان انا ادخل عمودي، ادي معايا اهو قفص الصدر وده كله ممنوع ادخل عمودي، بس انا هحس من البطن هنا لغايه فوق ده المفروض ان هو 8 تسوم، دول كده 3 تسوم 3 6 المفروض دي اخرها يبقى هي لغايه هنا 3 3 تقريبا. فانا هحط في نص المسافه تقريبا هنا نقطه تمام. هنا ممكن ادخل عمودي مفيش مشكله، انما ما ادخلش في الصدر عمودي تمام. ايه ده على حاجه؟ لا طبعا المعده 36 سنه نحطها هنا ودي من اروع الاماكن كمان تقال 10. طيب اروع الاماكن ان البيشنت رائعه جدا معايا هي المعده 36. احنا اتفقنا بنجيب ازاي؟ من 35 اهي ادي اربع صوابع وادي العظمه اهي تمام. هبدا ادخل، نحاول ان احنا ندخل هنا تمام تمام. الدكتور قال ان انا لو دخلت في العظمه وخبطت فيها مفيش مشكله تمام. دلوقتي انا دخلت معظم الابره اللي انا عايزاها، فانا دلوقتي عشان البيشنت بتاعي لسه اول مره يجي وخايف فمحبتش ان انا اعمل له تحفيز من الاول عشان ما يتضايقش مني تمام. فحاول ان انا اعمل تحفيز للابر دلوقتي تمام. التحفيز للابر ولا اي حاجه، مجرد ان انا اقول لك انا خلاص حطيت الابره اللي هو اصعب حاجه. في رجلك كده هبدا بسم الله اعمل حاجه رجلك كده. هي في واحده هنا ما اتعملتش اللي هي هنحاول نشوف الصوت ده كده تقريبا تمام. ممكن تسكت خالص في اي الم؟ على فكره انت عديت المرحله الصعبه كده بسم الله ما شاء الله عليك. لا ده انت على فكره عندك شجاعه قويه جدا بسم الله ما شاء الله. طيب دلوقتي هبدا احفز بسم الله. استومك 40 كمان؟ ها؟ استومك 40 كمان؟ مش لازم استومك 40، استومك 40 دي في الجلطات في توهمات الجسم في اي حاجه يعني اي ده بتاعت البلغم تمام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا ممكن اعمله ان هو معده في الم تمام. لا لا كده على فكره هتشيل الابره هتضطر ان انا احطها تاني معلش. اه انت ما تحركش نفسك اوكي تمام. بسم الله والصلاه والسلام. خلينا احطها بقى ان احنا احطها ما تحطهاش اساسا خلاص. خلينا ان انا احط 3 تصن اهو وهبدا ان انا ادخل تمام. ادي معايا العظمه احاول ان انا قدام العظمه جي دي اسمها ايه؟ المرة 39 طبعا مش فاكرة بس نقطة مهمة جدا ونخلع عظام تمام. انا هبدأ احفز. احفز ازاي؟ اولا انا ما ينفعش امسك الجزء اللي داخل للمريض، انا بمسك الجزء اللي بره بس اوكي. اهو المريض اهو بالنسبة لي ماشي. في لا على فكرة لا قول قول اسمعني اسمعني بص لي يا استاذ باشمهندس، اذا في الم او كهرباء عرفني اقوم ستوب على طول. ايوه تمام قول قول ماشي ماشي فهمني، اصل انا مش عايزه اعذبك، انا اهم حاجه عندي ازاي اوصل للكهرباء
وصلت الكهرباء ما فيش اي ما عملش اي حاجه ثانيه. فهمت يا حبيبي؟ لا بسم الله والصلاه والسلام. خلاص اوكي. ها لا دي لا في كهرباء والله في كهرباء. تمام تمام. طيب شو انت ما صدقت ولا ايه؟ اول ما في كهرباء عرفني وخلاص. في كهرباء كده؟ اه تمام. ما فيش والله في. طب كده في؟ لا يعني انت يا راجل مش حاجه. ها في كده؟ لا على فكره احنا كده بندلعك على فكره خليك جدع. ها ها مظبوطه دي؟ ها في كهرباء هنا؟ تمام زي الفل. ها هنا بقى تمام. هنبدا هنا. دي طبعا اكيد مفيش فيها كهرباء صح؟ لا ليه مفيش فيها كهرباء بجد؟ اه والله لانها قصيره مش واصله للمكان. وصلت؟ اه كده كده سبعة ما بتعملش كهرباء. دي بقى اللي بتعمل كهرباء. في عملت؟ أنا الكهرباء. حلو حلو. أنا كده اشتغلت على الفيشن التاني. حسبي الله. اشتغلت على الفيشن بتاعي. اشتغلت على الفيشن بتاعي الشغل ده. طب أنا ممكن أشتغل حاجة تانية على الفيشن بتاعي إن أنا ممكن أشتغل له اعمل له حاجه بقى ما توجعش. لا هو مش هزيح. اسمعني بس اعمل ايه؟ مكسه على البيجنت بتاعي كده كفايه. جميل جميل. المكسه تسحب وتوقف في المعده كلها. فدلوقتي خلاص انا خلصت شغلي وابدا ايه المفروض ان انا طبعا ما اخدش تايم ولا امسك عليها في بتاع ده مكسه. تمام المفروض ان انا شغاله مع مريض طبعا وكيل كده مش دمي بس برضه الصح ان انا ايه كيس ده فيه كيس ده فيه كيس ده بس يلا.